مساكم الله بالخير احبتي مشاهدي الشرقيه نيوز. تغطيه جديده من منطقه الداخليه غرب العاصمه بغداد التابعه لمنطقه اليرموك، وها هي حياه الناس كما تشاهدون الان. السلام عليكم. مرحبا، شلونكم؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم، ان شاء الله عيد جاي وعيد سعيد ان شاء الله عليكم. الله يحفظك ويسلمك. شلون تشوفون الاجواء ما بعد الافطار؟ شلون تعيش منطقة الداخلية؟ البعض يشكو من خدمات، يشكو من قلة بالساعات تجهيز كهرباء، الماء، شلون؟ احكي لي اوضاعكم هنا. والله يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هالسنة هواي افضل من العام، يعني الحمد لله، يعني اكو تحسن من حيث الناحية الأمنية والناحية يعني حتى موضوع الكهرباء، الكهرباء يعني حاليا زينة. يعني هسه احنا تقريبا نص المنطقة على الخصخصة، نص الأخ على، يعني بشكل عام افضل من يعني على البرمجة، يعني زينة الحمد لله رب العالمين. شنو أكثر شيء تعانون من عنده بالمنطقة؟ شنو اللي محتاجين؟ والله يعني المحتاجين يعني يمكن شوية المي، شوية صار بشح هالفترة هاي. شلون شلون تعانون من هاي المسألة مال المي؟ يعني على المطارات الحمد لله ماشي الحال، يعني مو يعني بالمطر ما يعني اذا يجي المي، لكن بس ما يحتاج كهرباء وكذا. اكيد طبعا لازم كهرباء، بس بشكل عام يعني قلت لك الاوضاع افضل من العام الحمد لله. يعني شكرا لك، شكرا لك. السلام عليكم. مرحبا استاذ، شلونك؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم، ان شاء الله عيد سعيد عليكم، ان شاء الله منطقة هادئة وحلوة. شنو من أكثر شيء تعانون؟ والله المشكلة اللي نعاني من عنها انقطاع الماء بكثرة. ليش؟ لأن البيوت تقسمت، كانت 600 متر وأصبحت هسه على 50 على 100، وتشوف الشوارع بحاجة إلى تبليط. إضافة إلى هذا يعني المنطقة شملوها بالخصخصة بالنسبة للكهرباء، وخلوا عليها قطع مبرمج كل أربعة ساعات ساعة. أكو سحب؟ أكو سحب؟ ماكو سحب، شالوا السحب كلها، العالم كلها سحبت مولداته، وبقت العالم في حيرة. اعتمادكم يمكن على المولدات الأهلية اللي داخل البيت؟ كنا معتمدين، إي معتمدين هسه على المولدات، أكو ناس ما عندها مولدات، مو على الأهلية، على اللي داخل البيت. إيه بالبيت، وهسه أكثرية البيوت ما عندها مولدة، يعني ظل مطفية ساعة حارة الدنيا، وشهر رمضان تعرف. خدمات، باقي الخدمات شو؟ والله خدمات زين البقيه، بس اقول لك يعني محتاج المنطقه الى تبليط، اعاده النظر بالشوارع، يعني اكثريه الشوارع متكسره. فيعني امانه بغداد بعيده عن هالامور هاي. اضافه الى موضوع المي، ليش ده ينقطع؟ ليش ده يقطع؟ شلون ده يجيكم المي؟ ساعات التجهيز بالمي؟ تجهيز بالنهار موجود، بس بالليل مقطوع. ماكو. اي واكثريه الاحوال خزنتوا يعني مياه، او ممكن انه اشتريتوا من هالخزانات؟ اي بدينا نشتري خزانات مي على مود نخزن، اضافه الى انه اكثريه البيوت هسه ما وصلها المي اذا مو ماطور مال المي. مشكله. الا تربط ماطور يلا تسحب مي. مشكله. يلا ممنون عمو. الله يعيننا ويعينكم. الله يخليك. تحياتي لك، تحياتي لك، لازلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا المستمرة من حي الداخلية في بغداد. السلام عليكم. مرحبا حجي، شلونك؟ الله يحفظك ويسلمك، شلونك؟ شو اخباركم؟ شلون المنطقة؟ شلون اوضاعكم؟ شلون معيشتكم هنا بهذا المكان؟ يعني انت ما جيت الا علي اني. ليش حجي؟ احكي لي احكي لي. انا خطار النجف. على راسي على راسي على راسي. من وين؟ من منطقة؟ انا من الحارثية. كل الهلا حجي، كل الهلا. ممنون لك، ممنون لك، خذ راحتك. السلام عليكم. تواصلين وياكم بتغطيتنا المستمرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ يا مرحبا. شو اخباركم؟ اهلا وسهلا. بخير. الله يحفظك ويسلمك. تعال شوي هنا عن الناس. شلونك؟ شو اخباركم؟ الله يخليك يا مرحبا. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم ان شاء الله. شلون تشوفون اجواء رمضان؟ شلون المنطقة هنا بهذا المكان؟ شنو اللي محتاجيه من خلال تغطيتنا الخاصة؟ ممكن حتى الجهات المعنية تسمعنا، وان شاء الله نقدر نوصل صوتكم بالطريقة الصحيحة والمهنية. والله مثل ما تفضلت منطقة اليرموك، يعني هي يعني اسم يرموك، لكن تغيرت يعني معالمها، تغيرت حتى أطباء يعني العفو أكثر أهلها، يعني شلون نقول ناس متقاعدين،
ناس يعني اللي سافره واللي بقى اللي سافره. اي نعم احنا نعاني من مشكله الكهرباء. مشكله الكهرباء مشكله يعني عويصه، انه احنا قبلنا الخصخصه لكن بعدين هسه فرضوا علينا، فرضوا علينا الجبايات وفرضوا علينا القطع المبرمج. يعني احنا قبلنا بها الخصخصه ومشت، فاكثر يعني احنا كان المفروض احنا اهل العواميد اللي ما مسوينا دفن كان المفروض بي يعني المفروض كان ما يسوون يعني خصخصه، فهي هذه العالم المشكله. اضافه يعني الخدمات يعني اجلك الله تكرم الزبال او كذا هم عندنا عالم عندها المشكله. يعني الخدمات البلديه الاخرى هي يعني مو هذاش الناعمين تعبانه نعم. ممنوني لك ممنوني لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سلام بك. الله يسلمك. طيب ما شاء الله منطقه الداخليه تتمتع بامان كبير، وان شاء الله يا رب القوات الامنيه ما مقصره بهذا المكان. لواء 54 قياده الفرقه السادسه نوجه لهم كل الشكر والتقدير. بشكل عام شلون تشوفون حياتكم هنا؟ والله الحمد لله. شنو اللي محتاجين؟ والله الحمد لله وشكر الوضع شوي احسن من قبل. صارت حركه بالمنطقه، صار يعني حركه تجاريه، محلات كثره. كان قبل ماكو محلات ماكو حركه، هسه الحمد لله كل شيء توفر. الكهرباء شوي نقول احسن من قبل ان شاء الله. بعدنا ننتظر هاي شغله الخصخصه، بعد ما نعرف الاسعار شلون تنفرض علينا، شلون الاسعار شلون تكون. بس نكون يعني نتمنى من الكهرباء شويه يعني يراعون يعني الاهالي اللي ما عندهم امكانيه يعني شويه يدفعون بهاي المبالغ هاي. يعني حد احنا بعدنا ما جاتنا الاوراق لي هسه، بس نتمنى ان شويه نقول الاوضاع احسن والحمد لله والشكر يعني احسن من قبل. باقي الخدمات الاخرى يعني الحمد لله الشوارع عندنا زينه شويه، بس يراد لها شويه اعاده، شويه تبليط، اعاده هاي. يعني اعتقد هذا يمكن كان محفور في وقت مره مريت من هنا كان محفور. هسه يعني عاده الشبكه الاصليه يمكن مو اي هسه صار هاي جوينات هواي كثرت حتى تاذي السيارات. والله يعني ماكو بوبدي يعني ما خلت سياراتنا كل اللي مقعد من ورا هاي وما يفيد. يعني اكو يعني سواله محل سواله بيت حفر وما يسووه بالطريقه الصحيحه. يعني كل مفروض تنفرض شغلات يعني على هاي اللي يسويها، اما اللي يحفر الشارع اما يسويه بطريقه صحيحه او هم يشوفون فد اجراء حق هذا الشيء. يعني ما يصير عن شارع هو مبلط يجون يحفروه وبالتالي حيظل سنوات. مو يعني مو هذيك السرعه يجون يسووه ويبلطوا. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الحمد لله. السلام عليكم. مرحبا استاذ. شلونك؟ ان شاء الله بخير. حياك الله. تعال هنا انا شوي حتى ننطي طريق للعالم. الله يحفظك. رمضان كريم عليكم يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله صحه وعافيه. الحمد لله. بشكل عام احكي لي عن وضعكم هنا بمنطقة الداخلية، شنو اللي محتاج؟ بصورة عامة يعني منطقة اليرموك الداخلية وكل فروعها يعني معدل الخدمات بها يعني هي وسط. الحمد لله والشكر يعني المنطقة مستواها الثقافي ومستواها الاجتماعي والدخل المادي اللي بها حافظ على المنطقة بشكل عام، لكن ماكو إدامة بشكل صحيح للخدمات. يعني كان المفروض بأنه يحافظون على الجهات المعنية والمختصة يعني تدعم من قبل الحكومة يعني بأموال بميزانية مثل أفضل بمواد بآليات يعني بشكل أفضل حتى يحافظون على الموجود. أثني على كلام هم زميلي السابق بأنه كثير من العوائل بأنه يفتح مي من الجهة المقابل ويترك يعني هو مسألة العشوائية أو التجاوز على خطوط الشبكة إن كانت خطوط نقل الطاقة أو حتى المياه الإسالة. يمكن هذا نعم. راح يؤذي المنطقة، يؤذيكم أنتم أكيد. يعني ممكن أنه أكو قسم كبير يقع على عاتق المواطن. هي مسألة الترشيد بالاستهلاك، مسألة الترشيد حتى بالمي. يعني اليوم ممكن أزمة عطش في بغداد. يعني هذا أنتم ما قدرتوا أنه تحلون هذا الموضوع أو تنبهون الناس؟ نعم. عموم المنطقة بالنسبة للكهرباء يعني بدأت ترشد بهذا الشيء، وبدأت أغلب أجهزتها يعني يغيرون المصابيح مالتهم، مصابيح الطاقة، يستخدمون الإنارة الاقتصادية، وهذا وفر كثيرا. كثير من العالم بدأت تثقف بهذا المجال بأنه يعني المكان اللي ما يخدمه يطفيه. السباليت، السخانات، كثير من العالم يعني بمجالس باللقاءات البسيطة عموم الناس بدأت تثقف على هذا الجانب. لأنه بدأت يحس بأنه هذا الشيء يخدمه. لكن بالفترة الأخيرة يعني تفاجأت المنطقة بأنه بعد رفع المولدات وبعد رفع الأعمدة كهرباء بأنه انقطاعات كبيرة. نعم صار ازدحامات هنا. مسألة نعم. الزحامات شلون هنا؟ والله هي زين بس مرات كل واحد ما يتحمل، واكو واحد لا يتحمل.
هذا الشيء. ان شاء الله خير ان شاء الله. مبارك عليكم الشهر. تحياتي لك. تحياتي لك. ممنون منك. سلام عليكم. مبارك عليكم الشهر. ان شاء الله ايام عيد وان شاء الله تنعم منطقه الداخليه واليرموك بامان دائم ان شاء الله. نتمنى ان يعم الامان على كل مناطق العراق مو بس على اليرموك ان شاء الله. نتمنى انه الوضع يتحسن، الازمات هاي بالبلد تنتهي، وخاصه احنا مقبلين على الحر هذا الشديد وامور خصخصة الكهرباء. احنا هنا باليرموك خلينا نقول استبشرنا خير لان سوينا الكهرباء دفن والامور مشت بخير، ولكن هسه بالاونه اللي الاخيره هسه سوونا القطع المبرمج. هذا هسه حاليا ما مدى قد تجي الكهرباء ايش قد تنقطع. هسه التجهيز دا يجهزونا 20 ساعه يعني اربع ساعات انقطاع بس شنو متجزئه. هذه الاربع يعني ساعات يعني 5 باثنين 7 باثنين لا يعني كل 6 ساعات يقطعوها ساعه. اها هالشكل زين. وهاي الساعه العفو بهاي الساعه اكو سحب؟ لا. تدري ليش؟ لانه هم قالوا الكهرباء راح تصير 24 ساعه وعدونا هالشكل. اهل المولدات الناس شالوها زين. اضافه الى ذلك سرقت وايرات المولدات. نعم عازده تجي غريب. تعرضتوا لهذا الموضوع؟ طبعا هاي عندك هنا كلها كانت وايرات كلها انسرقت. يجوك ناس مو من المنطقه من خارج المنطقه. يعني ما قدرتوا تشخصوهم من خلال القوات الامنيه من خلال الامن الموجود من خلال كاميرات المراقبه؟ اخي هسه راح اسولف لك شغله ما صارت هنا ورايا بال 612 سرقت المنهولات مال المجرى. بالضبط يعني يطبق ابو سياره موضوع صح. اي وانتم جنابكم عرفتوه عملنا عليه تقرير صح تمام. يعني يطبق شوف وين وصل التخريب الى منهولات المجاري. يعني البلد ما يصير هالشكل. ماكو تدري ليش هاي الامور كلها تصير؟ ماكو يعني رقابه، ماكو وعي عند بعض الناس مع الاسف الشديد. الحكومه ما دايره بال بصوره صحيحه على هالامور هاي. ان شاء الله خير. احنا نتوسم الخير ان شاء الله. ممنون لك. تحياتي. ممنون لك. تحياتي لك. كنيته من عشاق الشرقيه. كنيته من عشاق الشرقيه. الله يخليك ان شاء الله يحفظك ويسلمك. شلونك حجيه؟ شو اخبارك؟ امورك؟ انا قالوا لي فتنوا لي هنا. ايش قالوا لك؟ قالوا لي يحبون الشرقيه. ايوه. احنا هم نحبكم حجيه. الله يخليك. شلون اموركم؟ شلون احوالكم؟ الحمد لله. شلون وضع المنطقه؟ شنو اللي محتاجينه؟ الحمد لله الحمد لله. زينين. ايش راحت السحرين حجيه؟ جيمر جبن. جيمر وجبن. جيمر وجبن. الله يسلمك. الله يحفظكم ان شاء الله يا امي. الله يخليكم. تسلمين. شلونك استاذ؟ حبيبي. شنو وضعك؟ شلون الامور هنا بالمنطقه؟ شنو اللي محتاجين؟ والله شنو الجماعه الدفعه يقول لك الجيمر غالي والجبن يبيعوا غالي؟ لا 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 قالوا رخيص. لا والله ما غير على العيد دول يزيدون المعدان شو يسوون؟ هم يزيدون. ايش قد هسه؟ ايش قد الكيلو وصل؟ هسه لحد الان كيلو 18 هسه هو بس هو يصعد يعني على العيد يعني بعد اسبوع هو بس الاسبوع يخلص. واليوم نعتبر انتهى هذا الاسبوع بعد الخميس تبدا العالم تاخذ الاسواق ياخذون قبل 3-4 عيد. يعني دائما المواطن العراقي الجيمر عنده بالعيد شيء اساسي. يعني الاكله المفضله تكون بالعيد هاي يعني للمواطن. يعني شنو صايم العالم وتريد تفطر فتتمنى جيمر. اكثر العالم تبيع على الجيمر يعني ياخذون جمدوه يعني. بس هو ناس تبيع ساعه بس ناس تخاف من الله تقول لك انا ماي حرام هذا ما اشتغل جامد. اذا الكيلو ب 40 اقول عمي عجبك ب 40 ابيعه، كيلو ب 60 ابيعه هو العربي. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ممنون لك. تحياتنا لك. ممنون منك. ممنون 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 يا طيب. اشكرك. لازلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا الخاصه من منطقه الداخليه التابعه لمنطقه اليرموك. كما تشاهدون حركه الناس و الامن الكبير اللي تتمتع به المنطقه. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. مرحبا استاذ. شلونك؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظكم. يا رب ان شاء الله امن وامان دائم على المنطقه. رمضان كريم عليكم. العيد اقترب ان شاء الله. تعيدون باحسن حال. شلون تشوفون وضع المنطقه هنا بمنطقه الداخليه؟ والله حاليا هي منطقه الداخليه من اول هي زينه بس ما بس بدنا نحكي على هاي الخصخصه. الخصخصه لحد الان ما جابونا البطايق. يعني صار حوالي بال 5 اشهر 6 اشهر ماكو فواتير؟
فواتير اي البطاقه يعني مو هي استلموها من الدوله استلموها من الدوله زين هو منين راح يستلم من الدوله غير جبنا البطاقه حتى نعرف ايش قد الفلوس فراح تتراكم علينا راح يضربها بيش بالتجاري تتراكم علينا يضرب السكني بالتجاري فلا هم جابوا صارت هاي الحاله صارت الحاله كل البيوت صار تقريبا طلعوها به ولحد الان ما زين تمام زين بس الكهرباء شلون انتم دا تقتصدون بالاستهلاك يعني ترشيد اكو ترشيد هو صحيح هو مشي يا طبيعي واحد من يشوف هيك شخص يستهلك حتى لا تطلع عليه قائمه هو نعم صحيح هي شغله صحيحه يعني شغله محترمه باقي الخدمات شلون باقي الخدمات زين الحمد لله الحمد لله زين يعني بالنسبه بدي احكي لك على منطقتي انا نعم. يعني صار لي منطقه هواي يعني تقريبا 40 سنه وانا اعرف منطقتي شنو يبي الله يحفظك خدماتها ممتازه الله يحفظكم زين مو من تحياتي لك ممنون السلام عليكم شلونكم ان شاء الله بخير السلام عليكم شلونكم ابويا شو اخباركم الشرقيه تغطيتنا من هاي المنطقه شلون حجيه شو اخبارك امورك الحمد لله شلون حركه الناس حركه التبضع الحمد لله اليوم عندكم فد مواضيع شكاوى معينه تطرحوها من خلال الشرقيه تخص خدمات تخص مناطقكم بشكل عام والله هاي احنا كهرباء شويه مأديتنا يعني اليوم رحنا يعني رحت للبنك طفت الكهرباء بالبنك اها اي والله وقال رواتب ما نعطيكم لا والله انت متقاعده؟ اي متقاعد زين شلون بهاي الحاله؟ اي والله بقينا ننتظر بقينا ننتظر الكهرباء وبعدين استلمتوا ولا؟ اي هاي بعدين اعطونا لما جت الكهرباء المولده مالتهم عاطله ما يطلحوها مشكلة اي والله حتى قلنا راح نشتكي للشرقية سبحان الله اليوم اجيتوا الله يخليك والله الله يعني لا الدولة البنك مالتها يعني توقف مواليد ما تشتغل مشكلة كهرباء احنا حاضرين لاي شكوى اي والله حتى يعني منعوا المواطنين يدخلون حتى مو اهل الرواتب حتى المراجعين قالوا لهم ما تطبوني انت كهرباء ما ان شاء الله خير ان شاء الله اي والله السلام عليكم صديقي شلونك؟ شلون حركة البيع؟ والله الحمد لله ماشي بس هي قلت المشكله الكهرباء يعني تطفي يوميه بالليل تطفي لها نص ساعه ساعه ومولدات ماكو ونظل يعني حايرين بهاي الحاله لا هم اللي مخلينا مراجعين المولدات لا هم اللي ضابطين الكهرباء الحمد لله خير من الله الحمد لله موجودين شلون الست مو غاليه الاشياء هنا لا الحمد لله كل شيء خير اي الحمد لله الناس دائما اصحاب دخل محدود خصوصا بايام العيد ممكن انه تفضل اشياء عن اشياء اخرى نعم. شنو اشتريتوا شنو اللي قننتوا به شنو الاولويات اللي خليتوها بهذا العيد حتى يناسب دخل المواطن والله اشترينا ملابس على العيد والحمد لله والشكر ما دوم اكو رواتب الحمد لله والشكر الحمد لله الله يحفظكم تحياتي لكم لا زلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا المستمره من السلام عليكم مرحبا شلونك حجي ايش اخبارك امورك ان شاء الله بخير شلون وضع الناس ان شاء الله بخير الحمد لله بخير الله يحفظكم الله يخليكم بشكل عام شنو من اكثر شيء تعانون من عندنا بهاي المنطقه شنو اللي محتاجين والله ما محتاجين غير يعني الحمد لله اشكر ماكش ما محتاج شيء صراحه غير الحمد لله اشكر وين في الامان لكن الامان وين الحمد لله بس نحمد الله ونشكر على كل حال المنطقة إن شاء الله تعم بها الأمان القوات الأمنية ماسكة الأرض بصورة صحيحة إن شاء الله بوجود الطيبين إن شاء الله يحفظه. نتمنى من الله أنه إن شاء الله يصلحهم إن شاء الله آمين. وخلي ينظرون لنفسهم وخلي يقرون بالقرآن شوي يتذكرون يعني خلي يذكرون شوي بالقرآن خلي يقرون شوي بالقرآن خلي يذكرون ويذكرون أنه وراهم موت بذكر إيش قلنا تملك الملك لله إيش قلنا تملك إن شاء الله الملك لله فخلي القرآن شوي يرجعون للقرآن الحمد لله زين والله سبحانه وتعالى نتمنى أن يصلحهم إن شاء الله ويكثر الطيبين ويغير حالنا إلى الأحسن إن شاء الله آمين يا رب آمين يا رب وجود الطيبين إن شاء الله الله يحفظك جزاك الله خير تحياتي لك تحياتي لك
لازلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا المستمرة. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ ان شاء الله بخير، الله يحفظكم. شرقية نيوز بث من هاي المنطقة، بشكل عام بنشوف حركة الناس، حركة البيع. اكو امن، اكو امان ان شاء الله بجهود القوات الامنية الماسكة للارض. ان شاء الله ان شاء الله، والله امن وامان وخير من الله. اختلف السنة عن السنوات السابقة. اكيد هاي ما تقبل غلط، صحيح صحيح صحيح، لا بالله. هذا اختلف ايضا بجهود المواطن دائما. نعم. القوات الامنية محتاجة انه جهود المواطن. الابلاغ عن الحالات المشتبه بها. طبعا اكيد، وهذا الشيء امر مهم يحتم علينا وعلى كل مواطن. اكيد والله الغريب مبين هنا راسا، احنا نعرفه من المنطقه هناك. عافية عليك. اكيد صحيح. حتى لا تكون هناك ثغره، لا يكون هناك. لا ان شاء الله ماكو ان شاء الله. والله هي امان ورحمن، يعني مثل ما يقول هسه الحمد لله، يعني احسن من قبل. ان شاء الله الحمد لله. بشكل عام شنو اللي محتاجين خدمات؟ شلون تشوفون وضع الناس هنا معيشتها؟ شوف الوسط، نقدر الوسط يعني. والخدمات يعني الماء والكهرباء احنا هاي كلها داعي بها هنا وبغير مناطق. سلامتك. تمام الحمد لله، اشكرك حبيبي. اشكرك، ممنون منك، ممنون منك. السلام عليكم دكتور. مرحبا دكتور. ما تطلع بس مشتاق لك. شلونك؟ اخبارك؟ امورك؟ مرحبا دكتور، شلونك؟ ان شاء الله بخير، الله يحفظك، الله يحفظك ويسلمك. ممنون دكتور، ممنون دكتور. على راسي. عيادتك هنا؟ ايوه بيتنا هنا. الحمد لله الحمد لله. انت ايش تحتاج؟ انا حاضر، الله يحفظك دكتور، تحياتي لك. مده كان صورناك. على راسي على راسي، كل الهل دكتور، الله يحفظك ويسلمك. لازلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا المستمره. متواصلين وياكم من هذه المنطقة. السلام عليكم. مرحبا، رمضان كريم عليكم، شلونكم؟ السلام عليكم. مرحبا استاذ. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم، ان شاء الله بخير. شلونكم؟ شلون وضع الناس؟ شلون هنا بهالمنطقة؟ شنو اللي محتاجيه؟ والله اول مرة نبارك للشعب العراقي مناسبة شهر رمضان المبارك. معاناتنا هنا الكهرباء. كهرباء جدا سيئة، جدا سيئة. يعني كنا متأملين انه من صارت الخصخصه مال الكهرباء، لانه الكهرباء حتكون شويه يعني. شلون يعني شلون تعانون من عندها؟ سحب ماكو؟ يمكن اكثر الناس اللي تقول المولدات شالوها، الوايرات مولدات انشالت، يعني ورطوا العالم. خلوك امام امر الواقع، هسه الناس صارت تلجا مولدات صغار، كل واحد راح جاب المولد صغيره ليقضي بيها عائلته والبيته. عائلته والبيته اللي عنده مريض واللي وفوقها صايمين، يعني رمضان شهر رمضان. وجتنا هاي الكهرباء هسه، ما نعرف شلون راح تصير، شلون تصير تعرف. زين انتم شملوكم بالخصخصه؟ شملونا بالخصخصه. جتكم فواتير؟ 4-5 اشهر الفاتوره، صار شهرين من جتنا الفواتير الجديده. زين الفواتير لولا؟ والله زوينه، مو زينه، زوينه نص ونص، مثل ما يقول، خلينا نقول عليها نص ونص. بس خلينا نلمس يعني، لا احنا بغينا على المولد سحب، ولا احنا كهربائنا مستقره وحلوه ومرتبه. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير حبيبي. الله حبيبي. السلام عليكم اساتذه، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك ويسلمك. مكتب عقار مو؟ اي نعم. شلون الآلية اللي تشتغلون بها بهذا المكان؟ يعني أكثر المكاتب العقار ممكن زودت بقوانين مهمة من خلال القوات الأمنية وكذا، شلون تعملون بهاي الصيغة؟ والله العقار اللي يجي يشتري طبيعي، يعني يجي يشتري مثلا، يجي من غير منطقة يدور على بيت أفضل أو قاع أفضل ويشتريها. أما بالنسبة للإيجار لا، الا عن طريق المجلس البلدي والاستخبارات. حلو، يعني هذا اهم شيء اضافي للجانب الامني. طبعا انتم ايضا هم مساعدين بهذا الموضوع. مو كل المكاتب، مو كل المكاتب تعمل بالايجار. اها. اي. زين مساله الشراء والبيع، شلون هنا باليرموك
شلون نشوفها صعدت نزلت يعني اكو سوق عليها؟ اي طبعا المناطق اليرموك والجامعه يعني الزيت، بس باقي المناطق لا شويه بقت على نفس السعر مالتها تقريبا. يعني هسه مثلا شلون شلون اسعار العقار؟ نعم سعر المتر؟ المتر على 1.5 1.400 باليرموك؟ باليرموك حركة اكو يعني حركة بيع يعني مو ذيك الحركة يعني زينة زينة نوعا ما زينة الحمد لله وشكرا. شلونك صار؟ شخبارك؟ الله يحفظك الله يرضى عليك الله يخليك. شلون وضعكم هنا؟ شنو اللي ممكن توصلون صوتكم من خلال تغطيتنا الان على الشرقية نيوز؟ والله ما الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم شلونك؟ مرحبا الله يحفظك. السلام عليكم شلونكم؟ الشرقية نيوز وياكم تنقل كل اصواتكم المناديه بمساله الخدمات او الامور الاخرى. شلون تشوفون المنطقه؟ شنو اللي محتاجي من خلال تغطيتنا ومن خلال الساعه التلفزيونيه اللي ننقل بها هموم الناس؟ والله الحمد لله المنطقة زينة يعني هسه خصوصا الكهرباء يعني تحسنت شوية. الكهرباء أفضل الحمد لله رب العالمين. يعني ما محتاجين غير بس الله يستر علينا بس من الأيام الصعبة هاي الحمد لله. بس خدمات أخرى شلون تشوفوها؟ والله زينة الخدمات يعني إن شاء الله زينة. نقول إن شاء الله زينة. معاناة معينة؟ هي معاناة كانت بس الكهرباء وهسه تحسنت بهاي المنطقة تحسنت الكهرباء. أي نعم. فبقت الشغلات الخدميه ان شاء الله نقول ان شاء الله. والله زينه ومو زينه يعني النظافه شويه. ما في جهد بلدي؟ جهود البلديه مو زينه شويه. شلون بالله؟ مو زينه مو زينه. يعني شنو من خلال مساله النفايات او اي النفايات رفعها؟ اي نعم نعم. بس الوضع زين الحمد لله والشكر. نقول الحمد لله على كل حال. فضل من الله. الله يحفظكم. اشكرك. حياكم الاساتذه ممنونين منكم. عطلناكم واسفين. متواصلين بتغطيتنا. السلام عليكم. شلونكم؟ مرحبا. شلون حجيه؟ شو اخباركم؟ شلون وضعكم هنا بهذا المكان؟ الله يحفظك. هاي الحجيه متصوره الله يحفظك. الله يخليك. حياك الله. شلون وضع الناس؟ شلون شنو اللي محتاجته؟ والله الناس حياه طبيعيه لكن الناس محتاجه الى الكهرباء، الخدمات، هذه اللي شويه مفقوده يعني بيها كاهل على المواطن. اما الحياه طبيعيه تشوف الناس تتبضع و والحياه امان وامن دؤوب اي لله الحمد والمنه. وهذا رمضان رمضان كريم ان شاء الله رمضان مبارك. لكن يفتقدون الى هذه الخدمات البسيطه. يعني احنا نشوف على الحكومه ان تراعي ظرف المواطن تقدم له الخدمات هاي خصوصا الكهرباء. شنو الخدمات شنو اللي ممكن ولد استياء مسألة الجهد البلدي؟ طبعا هو الخدمات بصورة عامة. يعني أنت تعرف حضرتك من نقول خدمات هي الخدمات تعتبر بصورة عامة. يعني ما نحدد شيء عن شيء. يمكن اليرموك والداخلية مناطق راقية يمكن أنه نشوف أكو حالة من التعاون بين المواطنين في رفع النفايات أو غيرها. يعني لا الناس متفهمين يعني منطقة حضارية وترتقي بنفسها. يعني حقيقة تنقل صورة العراقي المواطن العراقي الراقي. الحمد لله. الحمد الله يسلمك. تحياتنا لكم. تحياتنا لكم. لازلنا متواصلين بتغطيتنا من منطقة اليرموك وها هي حياة الناس. مشكورة جهود القوات الأمنية ماسك هذا القاطع. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم؟ متواصلين معكم في هذه التغطية. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، رمضان كريم عليكم. عليكم السلام. شلون تشوفون الحركه الشرائيه؟ مثل ما نشوف يعني اكو تبضع بكثافه بهذه المنطقه. شلون تشوفون الناس؟ والله حاليا يعني مو يعني السنه أسوأ من سنه تصير الحركه يعني تقل، لان شنو تصير كل منطقه وسوقها. مولات تعرف عالم عم تطلع لكن مرات المحلات الشعبية أرخص، يعني المحلات اللي بالمناطق الشعبية أرخص من المول أو غيرها. أي طبعا الأماكن مثل الكرادة أو المنصور. أكيد طبعا. أي أي البضاعة أخو مو غالية؟ لا يعني عادي أسعار أوكي، يعني معروفة أسعار هنا، يعني هم عندي زبائن عندي هاي أوكي يعني ماشي الحمد لله، يعني نقول شيء على شيء الحمد لله السوق أوكي. مسألة الاستيراد أو يعني بقاء الشحنة بالميناء أو هذا أثرت عليكم؟ صعدت من الأسعار؟ ديك الفترة لا، أي بس ديك الفترة هسه لا يعني أوكي ماشي، يعني إذا طب توصلنا بضاعة أوكي يعني من تركيا لندس الحمد لله جوي بري إيده يوصل عادي، بس ديك الفترة لا قبل يعني تقريبا سنة صار إشكال شوية وبقت عندنا يعني دمرنا بيها. يلا بس لا تغلون على الناس. حبيبي الله يحفظك. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ يلا خذ راحتك. السلام عليكم، شلونكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك ويسلمك. شلون تشوفون على راحتك على راحتك، شلون تشوفون الناس حركه البيع؟ الناس دا تتبضع. والله الاجواء طيبه، اجواء رمضانيه طيبه والناس فرحانه الحمد لله، والحمد لله اكو تحسن بالوضع ورمضان عن رمضان سابقا افضل. الحمد لله. الحمد لله. انت من هالمنطقه؟ نعم. بشكل عام شنو اللي محتاجين المنطقة؟ شنو اللي والله صوتكم للجهات المعنية المسؤولة؟ والله اللي نحتاجه اكو بس صارت مشاكل الكهرباء الخصخصة هسه اللي تصير، يعني اللي صارت باليرموك وبغير مناطق، بس كانت البداية زينة، بعدين صارت مشاكل الانقطاع، يعني تنقطع ساعتين ثلاثة أربعة، فسببت لنا مشاكل وما نعرف أصلا وقت الانقطاع ايش وقت. أيوه راجعتوا الجهات المعنية قلتوا لهم؟ والله ما اعرف، ما ادري اذا المجلس البلدي راجعوه الجماعه اهل المنطقه، ما ادري ما ادري. ان شاء الله خير حبيبي، ممنون لك. الله يحفظك ويسلمك. لازمنا متواصلين وياكم بتغطية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك. شلون وضع الناس هنا؟ شنو اللي تشوفوه؟ يمكن بشكل عام الامان شيء مهم، والمنطقه تتمتع بامان جيد والحمد لله. باقي الخدمات شلونها؟ والله هي بصوره عامه المنطقه وبغداد هي بصوره عامه والعراق بصوره عامه، يعني الامان به الحمد لله والشكر الامان. بس احنا عندنا اضافه الى القطاعات الكهرباء اللي ده تصير، وهم حطونا الخصخصه والخصخصه شالوها وسووا قطاعات وسووا، وبالاضافه الى المي، هذا اهم شيء بالحياه هو المي. فما اعرف بعد شلون انقطاع المي شلون ده يجي؟ والله ماكو مي، انقطاع مي ماكو.
يعني تنقطع الكهرباء. هم على اساس هي الكهرباء هسه 5 ساعات بساعه، طلع الانقطاع مال الكهرباء ساعه واحده 5 ساعات انقطاع، بس هم مبرمجيها بيناتهم بين الخمس ساعات ساعه بساعه بساعه، تشغيل ساعه واحده بس. فبالاضافه الى المي، المي دا ينقطع ماكو مي، هسه تلاحظ كلها مشغله مولدات وقاعده، المولدات السحب كلها شالوها ما خلوا مولدات. بالاضافه يعني هي الوطنيه هاي كانت نزلوها من الاعمده خلوها هنا، ظلت هي حي داخليه هسه حصرا، ظلت بس الاعمده على اساس ينزلوها بالقاع، فماكو لحد الان اي نتيجه. رجعنا على المولدات وعلى البنزين وماكو اي نتيجه سووهم. فنطلب من الحكومه انه شوف لنا صوره حال، هي فالامان هي موجود هذا الامان والحمد لله والشكر والله فوق يعني. بالاضافه احنا نتمنى من الحكومه والحكومه الجديده انه ينظرون نظره ولو بسيطه هي على الكهرباء وعلى المي، وهي هي اهم شيء بالحياه. الحمد لله. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخبارك؟ ترى والله ما عندي. يلا على راحتك، على راحتك. حبيبي الله يحفظك ويسلمك. تحياتي لكم يا رب. الله يخليك. ربي يحفظكم. ويحفظك حبيبي. السلام عليكم، شلونكم؟ رمضان كريم عليكم. الله اكرم. ان شاء الله يا رب بصحه وعافيه. الله يعطيكم صحه وعافيه للجميع. ان شاء الله عيد سعيد، اقترب العيد، راح تحضرون ايضا للعيد مو؟ الحمد لله والشكر. اي اكيد ان شاء الله. هسه راح عند تبضعون ان شاء الله. اسمك؟ ياسين. ياسين حبيبي الله يحفظك. اشتريت لي ياسين؟ انا ببيته. ها ببيته. اشتريتي له؟ اي اكيد اشترينا الحمد لله والشكر. الله يحفظكم. الله يعطيكم العافيه. شلون وضعيه الناس هنا؟ الحمد لله والشكر. شنو اللي تشكون من عنده بالمنطقه؟ والله هي منطقه حلوه ومرتبه وزينه، بس هسه بالاونه الاخيره المي والكهرباء شوي ضوجونا بها. شلون يعني شلون احنا سوينا هاي مال الخصخصه وقلنا لنا بعد ماكو كهرباء تنطفي، بس هسه شو رجعت كل 4-5 ساعات ساعه يطفوا لنا اياها. اي ان شاء الله خير. ان شاء الله نتمنى من الاسواق الناس دا تروح للاسواق. كلها الحمد لله كلها زينه ومرتبه الامور كلها مثل الورد. اكو غلاء؟ اكو غلاء؟ لا بالنسبه لمنطقتنا ورده. الحمد لله. اي الحمد لله. الله يحفظك. الله يطول عمرك. الله يخليك على راسي على راسي. الله يبارك بعمرك ويحفظكم. ان شاء الله عيد سعيد عليكم يا رب. مثل ما تشوفون حركه الناس بشكل عام. ان شاء الله يا رب الله يديم نعمه الامن والامان على هاي المنطقه. حركه الناس والاطفال والله احنا حلوه، شيء مهم وشيء جميل يضاف الى رونق وجماليه العاصمه. احبه المشاهدين مثل ما شفتوا نقلنا لسان حال الناس بموضوع الخدمات والامور الاخرى، عسى أن تلقى أذان صاغية إلى الجهات المسؤولة. نشكر في هذه الحلقة وفي ختام هذه الحلقة شكر وتقدير إلى قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وكذلك الجهات الأمنية لواء 54 والفرقة السادسة. تقبلوا تحياتي أنا خطاب عادل وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.